السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي برنامج أزمة أخلاق، صباح الخير عليكم جميعا في كل مكان. يتجدد لقاءنا مع حضراتكم النهاردة، والنهاردة في مفاجأة. النهاردة معنا ضيوف. الأول خلونا نرحب بفضيلة الشيخ أيمن المصري الداعية الإسلامي والقائم على إدارة البرنامج. مرحبا فضيلة الشيخ. اهلا بك يا شيخ احمد، واهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. مرحبا بحضرتك. معانا كمان فضيله الاستاذه ايمان مرعي الواعظه بمجمع البحوث الاسلاميه. مرحبا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا. مرحبا. النهارده هنتكلم عن موضوع فريد، اول مره نتكلم عنه، موضوع بيمس كل انسان لكنه ما حدش اتكلم عنه على ما اظن. موضوعنا النهاردة هيكون عن فن الإتيكيت. إيه هو الإتيكيت وإيه علاقة الإتيكيت بالإسلام؟ كل ده هنعرفه مع فضيلة الشيخ أيمن والأستاذة إيمان مرعي. خلونا الأول نبدأ بالشيخ أيمن. سيدنا، هل الإسلام له في فنون المناهج الحديثة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد. الإسلام له في جميع فنون الحياة، فالإسلام هو الذي أظهر جميل ما في كل فنون الحياة. الشيخ أحمد، الناس اللي بتظن أن الإسلام رجعي أو ديننا دين قديم، كلام خطأ ومفهوم خطأ. ديننا هو الذي علمنا فنون الحياة وفنون المعاملات مع بعضنا البعض. ديننا وحبيبنا وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا بأكملها فن الجمال، الله، وفن التعامل، الله، وفن الأخلاق. فصلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله عليه، صلى الله على من علم الدنيا الرقي، صلى الله، صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله عليه وسلم. في زمان نحتاج فيه إلى أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عايز تتعلم فنون الحياة تاخدها من دين محمد بن عبد الله صلى الله، صلى الله عليه وسلم، وتاخدها من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه. عايز تعرف إزاي تتعامل مع البشر، ازاي تتعامل مع اي ملة، مع اي فكر، من اسلوب ومعاملات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا ان شاء الله النهاردة اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ان شاء الله هنبين ونوضح ان كل الفنون اللي موجودة، الاتيكيت وغيره، والله كل ده واخدينه من ديننا، من دين الاسلام. وطبعا معنا الاستاذة ايمان النهاردة، ويخليها بقى هي اللي تعرف يعني ايه فن الاتيكيت. هو حضرتك اتكلمت الاسلام له في جميع الفنون، بيتكلم في كل شيء يمت للانسان بصله، كل حاجه بتكلم فيها الاسلام بما في ذلك البروتوكول، الاتيكيت، الاخلاق، المعاملات. خلينا نعرف من الاستاذه ايمان، ايه هو فن الاتيكيت اصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيه هو الإتيكيت أو إيه هو فن الإتيكيت؟ أنا لما أجي أقول فن، يعني فن؟ فن الإتيكيت كلمة غريبة شوية. فن الإتيكيت يعني الذوق، الشياكة، حسن التصرف، المعاملة الحسنة مع كل من يحيط بنا، الذوق، القيم، المبادئ، الأخلاق، الآداب الجميلة التي جاء بها الإسلام، هو ده فن الإتيكيت. طيب إيه علاقته بقى بالإسلام؟ ما علاقة أو ما الذي يقابل فن الإتيكيت بالإسلام؟ الذي يقابل فن الإتيكيت، إحنا كعصر، يعني إحنا كمدرن، يعني عصر حديث، يقابله الآداب الإسلامية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. آداب الطعام، آداب الشراب، آداب النوم، حتى آداب قضاء الحاجة. في كل سلوك المسلم، في كل سلوك يسلكه المسلم فيه آداب.
علمنا إياه، يعني إنعكاس تام لقول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. في كل نفس، في كل تعامل، في كل حركة، في كل فعل أو قول يقوم به المسلم أو المسلمة يخضع لآداب الإسلام. طب من علمنا إياه؟ المصدر النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو دين الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني الإتيكيت بيساوي بيعادل الأخلاق، الخلق الحسن. الإتيكيت في المودرن، في الوقت المعاصر، التقدم المجتمعي بيقابله الأخلاق الإسلامية. هو أستاذ أحمد، هو العنوان واسع قوي. حط الأخلاق، حط الذوق، حط الفن، حط الشياكة، المعاملات، كل المعاملات، كل المعاملات الحسنة. ليه؟ هو لأنه بيعكس أنا تصرفت في موقف ما، التصرف دوت أنا بتعامل فيه مع أخويا، مع أختي، مع جاري، مع أي حد في الكون المحيط فيه. فكيف أنا تصرفت في هذا الموقف هو ده يعني الخلق بتاعي، هو ده الاتيكيت، هو المعاملة، الأدب بتاعي. زي ما الإسلام كده الدين المعاملة، الدين الإسلام المعاملة. هو المعاملة. إذن الاتيكيت أو البروتوكول، يعني كلمة حديثة شوية، كلمة متقدمة شوية، لكنها بتساوي معاملة الإسلام. أيوة، تقابلها آداب الإسلام. آداب الإسلام. ربنا يجازيك كل خير يا رب. شيخ أيمن، بما إن الاتيكيت هو المعاملة، عايزين نعرف إزاي كان النبي بيتعامل مع الصحابة الكرام. صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم، وعلم الدنيا الأدب، صلى الله عليه وسلم. أنا لو قعدت يعني أتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه ورقي معاملاته صلى الله عليه وسلم أو معاملاته مع أصحابه، والله ما انتهينا. بس إحنا بندي مقتطفات كده ونبذات بسيطة عن معاملات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف يا أخي، الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ياه، شوف قد إيه النبي كان لين. فبما رحمة من الله، إن دي رحمة من ربنا، عايز تنول هذه الرحمة يبقى عليك بالقرآن وسنة سيدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن اللين والرحمة ما بيجوش إلا من تعاليم وأخلاق الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أحمد، هارت، مايكل هارت، عالم ومفكر كبير عالمي، مؤلف، قعد 28 سنة يا أستاذ إمام بيألف كتاب اسمه العظماء المئة أو الخالدون المئة، اللي هيفضل اسمهم وذكرهم مخلد إلى أن يشاء الله. حط أول واحد من على رأس المئة محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل ده قرأ في السيرة، قرأ في حياة النبي، قرأ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي، مع زوجاتي، مع أولادي، مع الصبية، مع الكبار، مع الصغار. قرأ عنه كيف كان يتعامل مع غير المسلمين. يا أخي، ده حتى قرأ عنه كيف كان يتعامل مع الحيوانات. الموضوع واسع زي ما الأستاذة قالت، لكن هنديك مقتطفات. عارف يعني واحد غير مسلم بيشهد أن محمد نبي المسلمين هو أعظم رجل وجد على ظهر هذه الدنيا؟ ده كفانا فخرا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي. صلى الله عليه. والله لو ما اتخذتش سيدك النبي محمد قدوتك وأسوتك ووجهتك هتضيع. لا هتعرف تتعامل مع الناس، ولا تعرف تتعامل مع الزوجة في البيت، ولا تعرف تتعامل مع الأولاد، ولا تعرف تتعامل مع أي حد. فإحنا الرقي، كل الرقي من أخلاق النبي محمد. هديك بس موقف واحد عشان ما نطولش ونستفيد من الأستاذة، هوريك بس قد ايه النبي كان بيتعامل مع اصحابه.
أعربي، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعربيا دخل المسجد وبال، ركز معايا، دخل المسجد عمل إيه؟ تبول. جاء إلى أحد السواري عمود كده في المسجد وتبول. في أكتر من كده موقف، دخل، عارف يعني دخل المسجد يعني حرمته أشد من إيه؟ من البيت. ويجي جنب أحد السواري أحد الأعمدة وبال. الصحابة طبعا غضبت، ويعني الموضوع قاموا لينهروه أو يزجروه أو يضربوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتركوه اتركوه حتى ينتهي. ياه، سيبوه لغاية ما إيه؟ يخلص خالص، يقضي حقته خالص. وفي المسجد يا سيدي، المسجد بعد ما الراجل انتهى وخلص، النبي بقى بيحل الإشكالية، بيقول لأصحابه إيه؟ ضعوا أو أهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من الماء. ها يعني حلوا الإشكال إزاي؟ شوية مية كده، جردة المية طهروها بشوية مية تطهر، الموضوع خلص. ثم إيه بقى؟ قال لهم إنما فإنما بعثتم ميسرين. شوف دينا، شوف حلاوة التعامل مع الأصحاب إزاي، ولم تبعثوا معسرين أو معسرين. هو ده دينا. شوف 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 الرقي والتعامل. ثم أجلس الرجل بكل أدب وبكل ابتسامة، لا زجروا ولا نهروا ولا يعني بوخوا ولا قال له كلمات أبدا. ما سمعنا أن النبي سب أحدا من أصحابه ولا شتم أحد ولا احتقر أحد ولا يعني أبدا. اقرأ كده في السيرة، جميل جميل، علم الدنيا بأكملها الخلق، وبكل ابتسامة جميلة يقول له يا رجل ما بني المسجد لهذا؟ المسجد مش مبني عشان نقضي فيه حاجاتنا، ولكن بني للصلاة وقراءة القرآن ومجالس العلم بكل ايه؟ جمال وبكل حب. هو ده رقي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه. الله جزيتك خيرا والله، يعني أحسنت وأحسن الله إليك. دكتور إيمان، الإتيكيت يعني إيه هو وإزاي بيتم في الزيارات؟ عايزين نعرف إتيكيت الزيارة إزاي؟ بيبدأ إزاي؟ بينتهي إزاي؟ كان له في إتيكيت زيارة في الإسلام؟ مفيش؟ عايزين نعرف أكتر. هرجع حتة صغيرة كده بس، إن عايزة أقول إنه الإسلام استفاد من أي علم في أي مكان، من أي علم في أي مكان استفاد منه الإسلام. الإسلام استفاد. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، بها. تمام. فأنا أي حاجة جميلة في أي مكان في أي بلد من أي شخص الإسلام بيستفيد منها، بيضمها للقائمة اللي عنده قائمة الحاجات الجميلة وبيستفيد منها وبيتعامل بيها. فكوني يعني بقول إتيكيت دلوقتي، أنا كمسلم أخذ علم من حد غير مسلم، من حد كافر، من حد مثلا في عداوة بيننا وبين اليهود أخذ منهم. أستاذ أحمد، الأمم بتتعلم من بعضها وبتستفيد من بعضها. في فترة من الفترات كانت الأمم السابقة على الإسلام بتستفيد من كل حضارات الإسلام، وجي فترة من الفترات الإسلام استفاد من غيره من الأمم، حتى ده معروف يعني في الحضارة الإسلامية. فأنا مبدئيا كونه في أي حاجة جميلة في أي مكان أنا هستفيد منها. فأنا هحاول أعمل إيه دلوقتي؟ نحاول نتكلم الإتيكيت بطريقة عصرية، ونجمع أيضا بينه وبين الآداب الجميلة والخلق الجميل اللي تعلمناه يعني من الإسلام. هتجمعي، هنجمع، نعمل كوكتيل كده الاثنين مع بعض ونستفيد منهم إن شاء الله. طبعا الإسلام جاء بالآداب، الإتيكيت اللي احنا بنسميه بالمصطلح العصري الإتيكيت جاء به قبل 1400 سنة، مش جديد، ليس وجها جديدا على الإسلام، بس احنا بنحاول نتماشى مع مصطلحات العصر ونتكلم بمصطلحات العصر. ندخل عشان ما نطولش على المشاهدين الكرام. آداب الزيارة، حد عايز يزور حد، حد عايز يروح لحد، أنا شخص عايز أروح أزور فلان، أو إحنا مجموعة وعايزين نروح نزور فلان، أنا المفروض أعمل إيه؟ أخد بعضي كده وأروح على فلان ده ولا أعمل إيه؟ لا لا، في أداب نلتزم بالأداب، وخلينا نمشي مع بعض خطوات. نمشي مع بعض. نبدأ من الاستئذان، بمعنى ان انا برساله افتح التليفون، يا فلان انا ممكن اجي عندك النهارده؟ طب الوقت يسمح؟ طب ينفع ولا ما ينفعش؟ ده الوضع الطبيعي، الف به التعامل الصحيح مع اي حد. تمام. الف به الذوق، الف به الاخلاق، الف به فن الشياكه وحسن التصرف اللي احنا بنتكلم عليه. ما امكنش بان انا يعني ابعت رساله بالتليفون،
المهم بأي شكل من الأشكال، وسائل التواصل متاحة للجميع، بأي شكل من الأشكال أوصل إيه إن أنا حاب إن أنا أكون النهاردة ضيفك. خلاص استأذنت أهو وخدت بعضي ورحت فين؟ عند الإنسان اللي استضافني أو اللي أنا رحت عنده. الضيف والمضيف. تمام؟ طيب أنا كده رحت البيت عنده، أول حاجة هعملها إيه؟ معروفة. أخبط. التحية. التحية. يعني خلاص دخلت خلاص. أضيف إضافة أستاذ إيمان، طبعًا البرنامج حواري. الأستاذ إيمان بتتكلم طبعًا من منطلق ديني قبل أي شيء، لا تدخلوا بيوتًا حتى تستأنسوا القرآن، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا عليه. هي الآية منسوخة، الأول كانت تستأذنوا، فالاستئناس هو الاستئذان، فده ده دين. إن أنا استأذن الأول عشان أروح لفلان ده دين، ما أروحليش على طول كده مفاجأة. ثم التحية، وطبعا الأستاذة بقى تكمل. وده مهم جدا، يعني ممكن هو ما يكونش في البيت، ممكن يكون مش عامل حسابه، ممكن الظرف ما يناسبش، والبيوت عورة زي ما احنا عارفين، فلازم نحترم الآخر، وده من باب التقدير والاحترام للي أنا رايحة له. خلاص كده التحية هسلم، أفشوا السلام بينكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، هحييه. التحية دي عنوان دايما بتبقى محبة، عارف الإسلام هي تحية الأمن والأمان والسلم والسلام. أنا كده جاي وبنفتح مع بعض كده، بنعمل جسر من الحب وجسر من المودة وجسر من التقدير. أنا كده سلمت، استأذنت وألقيت التحية وبسلم عليه. طبعا الإسلام برضو علمنا أن احنا نقدر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم حد بيديله وشه كله عليه الصلاة والسلام، يستديره إليه النبي صلى الله عليه وسلم كلية، حتى لو طفل. احنا عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يعدي على الأطفال بيعبر، الطفل طفل صغير ممكن احنا ما نهتمش بيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبره. كان في عمير طفل صغير، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب بطائر له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه دائما، يقول له يا عمير ما فعل النغير. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينكش الطفل الصغير من باب الملاطفة، من باب ان انا بقدرك، انت برضو انسان، بعمل جسر مودة بيني وبينك، وبعلمك ان انا برحم الصغير عشان انت تقدر الكبير. عشان المشاهدين الكرام ما يتهوش مننا نرجع. ما هو كده الإسلام، هي دي هو الاتيكيت. ما هو الاتيكيت بس احنا بننقل المصطلحات العصرية وبنتعامل بيها، هو مش حاجة جديدة. يعني قلت لك ليس وجها جديدا على الإسلام، ده حاجة موجودة من ألف. يعني فن الزيارة، أنا هو ده الإسلام، أنا شايف مفيش أي جديد خالص. الإتيكيت يعني عشان هي كلمة معاصرة، كلمة جديدة، إحنا بناخد الكلمة المعاصرة وبنحطها في مكانها. يعني هي كمصطلحات فقط. نعم. يعني قد تكون متعارف عليها في العصر الحديث إنه هي بمعنى إتيكيت، لكن هي في الإسلام إيه؟ قلنا الآداب والأخلاق والذوق والشياكة والفن وحسن التصرف وحسن المقابلة وحسن وتقدير الآخرين، هي المعنى واسع جدا. نعم. جدا. وصلنا لفين؟ التحية. خلصنا التحية، أنا خلاص سلمت، أفشوا السلام بينكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الله. تمام؟ نعم. فده من باب إن أنا فعلا أنا مستعدة جدا إن أنا أستقبلك، أنا سعيدة إن أنا بستقبلك. بعد التحية هنعمل إيه؟ المصافحة. نعم. إن أنا أصافح، عايزة المشاهد الكريم ينتبه لحتة، إحنا أحيانا في المصافحة في فرق بين ما أجي أصافح حد وأديله إيدي وأشد على إيديه جامد كده كأني بسلم عليه بحرارة، وفرق لما أجي أسلم عليه كده بأطراف أصابعي. لما أجي أسلم عليك وأحط يعني أقبض على إيدي كده أديك حرارة كده، أنا مهتمة بيك، أنا سعيدة بيك، أنا بقدرك، أنت مرغوب فيك، غير لما أجي أنا إيه عاملة بسموها السمكة العرجاء، تسليم السمكة العرجاء، أنت مش مرغوب بيك، مش مرحب بيك، أو أنا يعني بشعر أنه أنا مش مقبولة لديك. فإحنا لازم نهتم بحاجة زي ديت. أنا بسلم إزاي؟ أنا بدي رسالة مسج للي قدامي، أنا بكلمه إزاي؟ دي مهم جدا جدا. فالتسليم بحرارة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يبص ويقدر الآخرين، أبص في عينك، يعني على الأقل في العين أو حتى ما حول العين، مش لازم بقى أشتت انتباهك. تلاقي ناس كده أحيانا وإحنا قاعدين بيبص في كتفك، يبص في فوق، يبص تحت، أنت بتعمل إيه؟
حضرتك احنا بنعمل تواصل مع بعض، نتواصل مع انت بتشتتني ليه؟ طب هو في حاجه مثلا هنا مضايقاك ولا حاجه؟ ده اللي بيحصل يعني، فاحنا لازم ننتبه لحاجات احنا ما بناخدش بالنا منها. يعني حاجات بسيطه خالص والاسلام نبه عنها من 1400 سنه. بسيطه خالص بس بيعمل جسر بيني وبينك. موده. بيفتح موده بيني وبينك. فطريقة المصافحة نفسها بتدل أن أنت راغب فيا ولا لا، أنت مرحب فيا ولا لا. خلاص كده أنا دخلت، طبعا يفترض أنا ما دام أنا ضيف وداخلة عند حضرتك أنا مش عارفة المكان، أنت هتعمل إيه؟ بقدمك. هترحب بيا بقى بأي وسيلة ترحيب يعني، أساسا التحية والمصافحة ده أسلوب من أسلوب يعني الترحيب. اتفضل تعالى اتفضل هنا، وهتسبقني لأن أنا مش عارفة المكان، وهتختار المكان اللي أنا هدخل فيه، هتقول لي ادخل فين، انت اللي هتختار المكان لانه انا ضيفه وداخله عند ايه، داخله عند حضرتك. فالمكان اللي انت هتوجهني ليه يفترض انا كضيف ورايح عند حضرتك ان انا التزم بيه، ما فيش داعي ان انا ايه، لان انت هتقول لي اتفضلي يا فندم هنا، اقول لك لا معلش خلينا هنا. لا ذوق ولا ادب ولا اخلاق، احنا زي ما اتكلمنا قلنا البيوت ايه، البيوت عوره، فلازم احترم عورات البيوت اللي انا داخلها. ودخلنا وقعدنا، يفترض بقى انه يعني اكيد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، هيجيب لي بقى حاجه كلها ترابيزه بقى وهنقعد عليها او ايا كان بقى، هيجيب لي حاجه ياكلها، انا ضيف فهو بيضيفني. جه الاكل واتحط، مش لازم ارهق الضيف بطلبات كتيره، لا ميه لو سمحت، طبعا بيحصل بلاوي، لا الملح شويه، لا مش عارف ايه، لا ولا لو لقينا حاجه وحشه بقى في الاكل يعني انت بتلفت له لو لقينا حاجه وحشه بقى في الاكل يعني حاجه، اي حاجه بقى في الاكل يعني صعب جدا ان انا يعني يعني انا كصاحب بيت لقيت فيه عيب او فيه حاجه ملح ضعيف ولا حاجه، انا ما نبهش؟ لا 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 ما نبهش، لا لا بالذات لو انا العلاقه بيني وبين الضيف ده سطحيه، اول مره او ثاني مره اروح له، حتى هو ممكن يفتكر ان احنا اكلنا كده ان احنا ملحنا خفيف او ملحنا عالي. لا هو الاصل في فن الشياكه بالذات زي ما قلت لحضرتك، انسان انا مش مخدع عليه، انسان العلاقه بيني وبينه سطحيه، ان انا ما ارهقش صاحب البيت، ده من الضياء من الاداب والذوق، ان انا ما ارهقوش بالطلبات، مش بكثر الطلبات. وبالذات بقى انا لو لقيت حاجه برضو ما عجبتنيش ما ينفعش اعلق، وما ينفعش اقول انا لقيت، بالذات بقى لو في مجموعه، لا ده انا لقيت، لا يعني انا رايحه احرج الناس في بيوتهم، لا رايحه اربي الناس في بيوتهم، ما ينفعش. فهو ذوقا واخلاقا انا ممكن اشيلها احطها في جنب والموضوع خلص ايه على كده. فاحنا بندخل وبنقعد وبنقعد بنلتزم في المكان اللي ايه اللي هو سمح لي بيه ان انا اقعد بيه. لو حتى انا مثلا حبيت ان انا يعني عايزه اعمل حاجه كده استثنائيه، اخش البلكونه مش قادره بقى وعايزه اشرب السيجاره اللي ربنا يعفو عنه منها، اقوم عامله ايه برضو، استاذن صاحب البيت. ليه؟ لانه هو ممكن يكون مش عامل حسابه، انا مش رايحه احرج زوجته، مش رايحه اخته مامته حاجه زي كده. ف ايوه انا مش رايحه يعني مش رايحه انكشف على عورتهم، ولا رايحه كمان ان انا احرج الناس في بيوتها. اتحط الاكل، يفترض بقى ان احنا الاكل اتحط وقلنا ما بنرهقوش بالطلبات، ندخل على حته الاكل. الحديث المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سمي الله، طبعا احنا كده دخلنا على اداب الطعام، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ده الحديث المشهور. بس الحديث دوت فيه اداب كبيره جدا جدا احنا نفسنا ما بنركزش فيها واحنا بناكل. طبعا احنا كنا زمان، احنا دلوقتي بناكل بالمعالق وبالشوك والسكاكين، ويعني ده كله موجود الاتيكيت الجديد. الاتيكيت ما هي ده تطور طبيعي للحياه، كنا بناكل بايدينا، دلوقتي في حاجات ادوات تانية بناكل بيها. طيب انا كده اتحط الاكل، المفروض يعني لو احنا في اسره كده عادي خالص او في البيت مع بعض، تقديرا الاب والام بيبقوا في الاماكن يقابلوا بعض فيها يعني، أو في البيت براحتك أنت، اختار الوضعية اللي تناسبك، لكن دايما الكبير بنعمل له قدر واحترام وتقدير بخلاف الصغار. طيب كده خلاص إحنا قعدنا علشان ناكل، يا غلام سمي الله، بنسمي الله سبحانه وتعالى، وكل بيمينك، نستعمل اليد اليمين، وكل مما يليك. المقاس اللي بتحصل بقى وإحنا بناكل، تحس إن أنا باكل بسرعة عند الضيف، أو حتى ما بستناش صاحب البيت إنه يجي عشان ياكل.
المفروض ان انا معزومه مثلا في عزومه وقاعده باكل، المفروض ان انا انتظر مين؟ صح، اهل البيت ييجوا يقعدوا الاول وبعدين انا ابدا اكل معاهم. ده يعني ده ألف بيه برضو الايه الشياكه، ده الوضع الطبيعي. هنكمل مع حضرتك ومع الشيخ ايمن لكن بعد الفاصل، فاصل ونرجع تاني. بتدور على لبس وكل اللبس غالي؟ بتنزل العتبة والموسكي والقنطرة عشان تجيب لبس جملة ويكون رخيص؟ احنا بقى اللي بنوزع لكل دول، وقررنا نسلمك انت على طول وتكون اول ايد تتعامل مع المصنع. مصنع جولدن هاند بيقدم لك اكتر من 50 موديل، وكمان الدفع عند الاستلام والتوصيل لاي مكان بجمهورية مصر العربية. تواصل على الارقام التالية: واتساب 010-288-47-082 او 011-40-61-76-39. شكرا على ثقتك في مصنعكم المفضل، مصنع جولدن هاند. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. كنا بنتكلم مع دكتور إيمان عن الإتيكيت في الزيارة والتعامل في زيارة الإنسان، إزاي بنتعامل معاه. خلينا نعرف من الشيخ أيمن إزاي النبي كان بيتعامل مع زوجاته في البيت. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الرقي، صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا بتكلم عن الأدب الخارجية، نعم. انا سيبيني بس دايما ايه الاداب الداخليه. انا هدي برضك مقتطف. هو تقريبا الاستاذه ايمان جايه ما فطرتش ولا حاجه، ف ان شاء الله احنا بندي بس شويه حاجات كده. احنا بنعلم المسلمين الرقي بالمعاملات، لانه هو الاتيكيت هو معامله حسنه، المعاملات الله، فن الذوق الرفيع، ازاي اتعامل مع الناس. من ضمن المعاملات انا ازاي اتعامل مع زوجتي اللي طبعا راجع من شغله تعبان مهموم عنده مشاكل اعباء الحياه، اول لما يجي كده يخبط، اول لما زوجته تفتح الباب تلاقي يا شيخ احمد كده وجهه مغلق، افتحي يا ست محدش كلمني، انا جاي النهارده مش ايه ده نسيتك يا نفس محمد. لا، التعب ده بره، ما ده اللي هنبينه بقى. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقبل الزوجات عند الخروج وعند القدوم. شوف الرقي، زوجتك مالهاش دعوه باللي بيحصل بره. نفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات، والحديث عند احمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات، شوف بقى شوف الموضوع فين؟ ده طالع فين؟ غزوه في حرب اهو. اظن ما فيش حد في الدنيا عنده اعباء ولا هموم ولا حمل زي سيدك النبي محمد ابدا. كان عنده يعني من الهم هم الدعوه والاسلام والمسلمين، عنده مشاكل، عنده كل شيء، غزوات. طب بقى خارج لغزوه واخد مين معاه؟ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. الله، طلع معاه في الغزوه عمل ايه؟ اصل دي المراه. انا بس بديك نبذه عشان اعرفك ان المراه مالهاش دعوه بمشاكلك اللي بره، مالهاش دعوه بظروف حياتك، مالهاش دعوه بالاعباء اللي عندك والهموم. وسيدنا النبي محمد قدوتنا، بنتعلم منه الرقي في الاخلاق والمعاملات. عمل ايه؟ قال للجيش تقدم، اتقدموا انتوا قدام، هو بقى في المؤخره بقى ورا. قال لعائشه تسابقينني يا عائشه، تيجي نعمل سباق؟ ده في الحرب يا شيخنا؟ في غزوه. في الغزوه؟ يلا تسابقيني؟ قالت بلى يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. فتقول عائشه فسابقته فسبقته. يعني مين اللي فاز في السباق؟ السيدة عائشة. عائشة رضي عنها هي اللي فازت. بعد فترة من الزمن خرجت معاه بغزوة تانية، ثم قال للجيش تقدم. الجيش تقدم فتأخر، هو بقى في المؤخرة هو وعائشة رضي الله عنها. فقالت سابقينني يا عائشة، تيجي نعمل سباق؟ بلى يا رسول الله. فتقول عائشة فسابقته فسبقني. الله. مين اللي فاز في السباق؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان ستنا عائشة بقى حملت اللحم، بقت سمينة بعد فترة من الزواج، فبقت ثقيله في الحرب. مين اللي سبق؟ مين اللي بس في السباق؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم. بيبتسم كده بابتسامه جميله، يا عائشه هذه بتلك. الله، يعني واحده بواحده بواحده. ده في الغزوه،
اه والله رايح يحارب. انت سبقتني مره وبيلعب وبيلاعب وبيلاعب الزوجه. ان المراه مراه، المراه مهما عاطفه ملهاش دعوه بحياتك، ملهاش دعوه بمشاكلك، رغم انه هو عنده غزوه، ورغم انه هو عنده دعوه، ورغم انه هو عنده زوجات تانيين، رغم انه هو عنده اعداء، رغم انه هو عنده مكائن، عايز يوصل لنا رساله ازاي اتعامل مع زوجتي. يفصل كمان في المواقف. شوف دلوقتي يا شيخ احمد، لما واحد يطلع ينشر لزوجته في البلكونه، او واحد يفتح لزوجته باب العربيه، او واحد ينزل يتسوق لزوجته من السوق، شفت كميه التريقه اللي بتتريق عليها؟ عيب يا استاذ ايمن، عيب انا بس العيب؟ ابدا، ده هو ده الرقي، ان انا حافظ على زوجتي، ان المراه في الاسلام لؤلؤه. يعني انا انزل اتسوق لزوجتي وانشر لها الغسيل والكرم وادخل اطبخ معاها. حسن البصري يقول ما اكرمهن الا كريم وما اهلنهن الا لئيم. بص شوف سيدنا النبي محمد يعمل ايه. هديك برضك نبذه عشان يعني ندي فرصه للاستاذه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ستنا صفيه قد قصيره قصيره، عشان تطلع على الدبه الموضوع بالنسبه لها صعب. اي ده ايا كان بقى، حصان، جمل، الناقه، فهي عشان تصعد على الدبه فهي قصيره. النبي كان بيعمل ايه؟ شوف سيدك، كل المشاهدين اسمعوني، شوف سيدك وحبيبك النبي محمد ومدى الرقي الذي كان فيه النبي محمد. كان بيجلس على الارض، يضع قدمه ركبته على الارض والركبه لاعلى، عشان ستنا صفيه تضع القدم بتاعتها عشان تصعد على الدب. ترى عامله ايه؟ حاطه رجليها على فخذ النبي عشان تصعد لايه؟ للناقه. طب معلش، والنبي عيد دي تاني علشان الناس اللي بيتعاملوا بفظاظه وغلظه مع زوجاتهم، نعرفهم النبي كان بيعمل ايه علشان يلاطف زوجاته رغم كل اللي كان بيشوفه بيعانيه في الدعوه. عيدها تاني وببساطه. سيدك وحبيبك النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ستنا صفية قصيرة وسيارة، هي مش هتعرف تصعد للدب، يروح نازل على الأرض بقدمه، يبقى ركبة على الأرض وفخذه للأعلى، رجله التانية للأعلى. نعم. أخذ بالك، عشان ستنا صفية تضع رجليها على قدمه أو فخذه، تمكنها أنه هي تطلع، تتمكن هي تصعد للدب. دلوقتي الواحد لو فتح لزوجته باب العربية، يا مرة واحدة زوجها عنده عربية بيفتح لها الباب مش مصدقها، إيه ده؟ ايه الروكين انت بدأ؟ لا لا، ده اصل الاقرة عطلانه. هي مش واجد على كده. فده من باب الادب، ان انا افتح لزوجتي الباب، اتفضلي، وراحة بمشوار، ابقى ماشي كده، زوجتي ما تحبهاش، ما رايقهاش. احنا بنقول ده فن التعامل مع الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم اجمل الكلمات، وكان بينادي زوجته باحلى الاسماء، يا عايش. كان يشوف بيدلعها، لازم تدلع زوجتك، هي تدلعه وهو يدلعها، فتخش البيت ابتسم كده، يا اخي تتبسمك في وجه اخيك صدقه، وافضل الصدقات ان انت تتبسم في وجه زوجتك وانت زيه برضه. مش هو بيخبط، قوم يا ابني، مين ده؟ ابو احمد. قوم يا ابني افتح لابوك، قوم انت افتحي له، قوم انت قابليه. اتفضل، عايزه تقول معلش حاجة. انا بس اضيف حاجه قبل ما المعلومه تروح، ده بيخلينا ناكد المفهوم الخاطئ المنتشر في الاوساط اللي احنا عارفينها، او ثقافه خطا، انه الرجوله ديت تشريف وليس تكليف. النماذج اللي قالها الاستاذ ايمن بارك الله فيه، ده يخلينا نتاكد وياكد لك مليون في الميه انه الرجوله تكليف وليس التشريف. تكليف، انا عندي مسؤوليات، انا عندي واجبات، انا احنا دلوقتي بنعرف ان انا راجل، ما ينفعش ان انا اعمل كذا، ما دي ثقافه، ما ينفعش اعمل كذا، ما هي دي. ولو الثقافه انتشرت حتى لو هي غلط وخدت انتشار، مش معنى انه مش معنى ده انه هي صح، ده خطا. فاحنا كده بنفتت مفهوم غلط. هو انا عشان راجل ما ينفعش حد يشوفني بنشر الغسيل؟ لا، ما اعملش شويه مواعين؟ لا اعمل. النبي كان بيحكي، في حد احسن من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ صل على حبيبك عليه الصلاه والسلام. كل المشاهدين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ستنا عائشه كانت بتقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهل بيتي حتى اذا حضرت كان يرقع الثوب ويخيط النعل. عارف يعني ايه في مهنه اهل بيته؟ فانت مين انت عشان تتكبر؟
هلا واحد يجي يسال دلوقتي يقول اما الزوج هيعمل يخيط ويعمل اكل ويكنس وينشر ويشتغل بره، امال هي جايه تعمل ايه؟ لازمتها ايه في البيت؟ ده من باب الالفه، هو مش هيقوم بكل الاعمال يعني، ده هو من باب الملاطفه والمساعده. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى يا استاذ احمد، انه الرجوله دي تكليف. انا في مهمه يعني، في مهام لازم انا اعملها، المهام ديت انا هعملها. يعني انا يعني انا دلوقتي خلاص انا في البيت، احنا البيت دوت قائم على فرد، على الزوجه بس؟ لا، ولا قائم على الزوج والزوجه الطرفين؟ مش هو الاثنين بنتعاون مع بعض وبنكمل بعض؟ ولا هو لا ماليش دعوه اعملي انت شغلك وانا اعمل شغلي؟ لا، احنا بنكمل بعض، احنا ربنا خلقنا كده نكمل بعض. اللي هو قصر فيه برضو انا ايه اقدر اسد فيه، فاحنا كنا بنكمل بعض، احنا كده بنصحح المفهوم الخطا او المنتشر في الوسط اللي احنا فيه، انه الراجل دوت ده تشريف له، لا ده يقلل من رجولتك. يقلل من رجولتي ازاي؟ طب هو كان قلل من رجولة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مهنة أهله حتى إذا حضرت الصلاة خرج لم نعرفه ولا يعرفنا عليه الصلاة والسلام. يعني في البيت مع زوجاته كل حاجة، ده بيرفع من قدره، وبره البيت هو الراجل. في حاجة كمان يا أستاذ أحمد، يعني عفوا عفوا أستاذ أيمن، ده عشان نقطة مهمة. طيب، المرأة بطبيعتها هي جالسة البيت، وقرنا في بيوتكن، ما عندهاش الخبرة الكافية إنه ممكن تخيط، إنه ممكن تكوي، إنه ممكن تعمل. زوجها بحكم إنه في الشارع بيشوف ده ويتقابل ده ويقعد مع صاحبه الصنايعي ده والفلان ده، يعرف في النجارة، عنده خبرة في السباكة، عنده خبرة في الكهرباء. أنا عشان أحافظ على بيتي وما دخلش حد بيتي، أنا ممكن ما هو بقى إيه لما يعمل قدامنا حاجة زي كده، ما بيعلمها. في واحدة بتتجوز ما بتعرفش تخيط فلنة ولا أي حاجة، قميص عايز زرار، ممكن هي ما جربتش، ممكن كانت في بيت أهلها والدها مع عيشه معززه مكرمه، او كانت في دراسه ومشغوله، فهو من باب ان هو برضك بيعلمها. يعني يا برضك ما تاخدش كده، اللهم انت بقى. انا قلت طب يا بخت البنات بقى. لا هي بس هي تعاون، هي تعاون. وبعدين في حاجه جميله، انا اعرف واحد يعني ربنا يبارك له، زوجته ما شاء الله كل ما تعمل حاجه بقى ايه كلام جميل، ايوه بقى ده ما شاء الله عليك، ايه الخبر، ايه الحلاوه دي، بتعمل كل حاجه في البيت. حنفيه بايظه تغيرها، في لمبه تغيرها، في ست ما بتعرفش تغير انبوبه، مين اللي هيعلمها؟ هو زوجي. هدي الله طلع بقى بتاع الانابيب، ولا في حنفيه عايزه جلده، انت ممكن مع انت عملت ماشي، عرفت تعلمها ماشي، عشان انت لو مش موجود يبقى اكتسبت منك الخبره، وفي الاول بيبقى ملطفه، انت بتعلمها حاجه يبقى الله ما شاء الله. انا اعرف واحد كل ما جوزها يعمل حاجه الله اكبر، ايه ده انت ما شاء الله كل حاجه تعرف فيها، دي بترفع منه، مش واحده ثانيه انت ما بتعمل حاجه، ده انت على طول قاعد كده. يرفع من روح زوجك المعنويه، لان يا جماعه والله بيوتنا ما تهدت ولا تهدرت، والطلاق لا يعني كثره بسبب ايه؟ ان مفيش معاملات، مفيش ملاطفات، مفيش ود. هنكمل مع استاذه ايمان. الاكل احنا جوعنا على فكره، احنا معلش احنا كده قاعدين على الترابيزه بناكل، او زي ما الضيف يعني قعدنا وقلنا التزمنا المكان اللي هو ايه قعدنا فيه، خلاص احنا قاعدين بناكل لازم يكون عندنا شياكه في الاكل. بمعنى ايه؟ يعني انا قاعده باكل خلاص التزمت بالاكل اللي حطه الضيف، طلباتي ما كترتش، ميه لا ملح لا مش عارف ايه لا مش عارف ايه، انا ضيفه، انا ضيفه في الاول في الاخر انا ضيفه. وبعدين انا ضيفه ومش جايه معلش محرومه، يعني بمعنى الاكل اتحط مش لازم المعالق تخبط في بعضها واحنا بناكل، مش لازم وشي ده ينزل في الطبق، مش لازم اجيب الاكل من اخر الترابيزه لاول الترابيزه، في حاجه اسمها ادب، في حاجه اسمها ذوق في الفن، وكل مما يليك الله. الغلام اللي كانت يده تطيش في الصفحه، نفس اللي بيحصل دلوقتي، المعلق بتخبط لا ببعت ايدي يمين ولا شمال، الغلام ده كان بيجيب يمين في شمال، يعني الطبق يعني يجيب من اليمين يجيب من الشمال، يجيب تحس انه كده انا بزعج اللي حواليا، مفيش نظام في الاكل، بناكل بالراحه، بنمضغ الاكل بالراحه، مفيش سرعه في الاكل، مفيش تخبيط معالق، ما فيش ايد تجري، ما فيش وش يتحط، انا يعني ده بيعكس ايه اصلا لما بعمل كده؟ بيعكس ان انا ما عنديش ذوق، معلش انا جايه من بيتي محرومه، عندي ما عنديش قناعه، يعني انا مش عايزه اقول حاجات تانية والله عشان المشاهد الكريم، يعني ده كله بيعكس ده سلوكي انا في البيت. فانا لا بلتزم بالراحه وبالاكل واحده واحده، وكمان زي ما قلت انا بنتظر صاحب البيت يقعد معايا، وبنتظر برضو وصاحب البيت يفترض برضو انه او الضيف ما ياخدش بعضه ويقوم على طول، يعني نحاول ان احنا ايه
ان احنا لو حد قام بسرعه عن الاكل هيشعرك انه الثاني انا هقعد اكل، لا ما انا برضه اقوم لانه كده هيقولوا عني ايه، انا لسه عمال اكل. فاحنا برضه الواحد يبقى لماح كده واحنا كده على الترابيزه نلمح بعض، لا انا اتاخر في الاكل شويه، صاحب البيت يتاخر شويه، انا ما باكلش كتير بس انا أكل طبيعه اكلي كده، انا اتاخر في الاكل شويه عشان الضيف ما يتحركش وياخد بعضه ويقوم. انهينا كده على خير، خلصنا كلنا اكل وكلنا الحمد لله. يفترض ان انا هقوم يعني اغسل ايدي، ده الطبيعي ان انا اغسل ايدي، اغسل مكان الايد، ادخل الحمام اعزكم الله. دخلنا الحمام، في مآسي بتحصل في بيوت الناس، ندخل الحمام المناديل بنرميها، البشكير يعني ولا الفوط ولا مش عارف ايه اللي بتبقى موجوده اللي بنستخدمها بنرميها، بنبهدل الدنيا. يفترض ان انا من الذوق ومن الاخلاق انا بعد ما خرجت دخلت خلاص غسلت ايدي ارجع الصابونه مكانها، معلش انا دخلت لقيت المكان نظيف ولا لا؟ لقيته نظيف، زي ما انا دخلت لقيته نظيف اطلع اسيبه زي ما دخلته، احط الصابونه مكانها، المناديل تترمى في المكان المخصص، ولو بهدلت الارض اعملها، ده واجب عليا. ده من اداب ان انا عند الناس، ده من اداب ان انا الناس دول استقبلوني، ده من اداب والسلوك اللي انا بعكسه في بيتي بيتعكس عند الناس. ده كده اتفضل. بس في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم برضو مشهور اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. تمام، هو المفهوم معكوس، هو انا باكل عشان اعيش ولا بعيش عشان اكل؟ ما احنا ما نرسي على بر ونعرف احنا يعني الاكل ده علشان انا معده ارمي فيها، ارمي 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 وعايز اخلص الاكل الامامي، ولا انا باكل علشان يحصل عندي اتزان واتقوى على عباده الله سبحانه وتعالى. لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. تمام، فانا بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، لا والله انا حب اكل من خيرات الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا أنا عايز طعام الأتقياء شفاء. راح أنا لا بضوابط بضوابط يعني هخلص الأكل. فإن كان لابد نعم اتفضلي. فإن كان لابد خلاص أنا عايز أكل واستفيد من خير الله سبحانه وتعالى، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما أنت هتكبس على نفسك، أنت هيحصل عندك خمول والجسم هيبقى يعني فتور. هنام مكانك. احسنت، هنام مكاني، لا هقدر اقوم، لا هقدر اقوم اشوف اعمالي، ولا هقدر اقوم اساعد الضيف في الاكل. مش قادر يمشي، ما هو اكله وخلاص. خلاص ايوه، خمول وفتور. فده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني اطلاله كده سريعه على اداب الطعام، مع انه احنا برضه سيبنا حاجات كتيره من اداب سيدنا النبي الطعام. كان في ذات مره عنده اصحابه وعمل لهم اكل وكده، وكان عند السيده عائشه والسيده حفصه الاثنين مع بعض، فالاثنين تسابقا علشان يجيبوا الطعام للنبي والاصحاب. فالسيده عائشه قالت للجاريه بتاعتها خدي قصعه حفصه وهي ماشيه بيها ارميها في الارض، فبالفعل عملت كده وقعتها في الارض وقعت الطعام في الارض. النبي يعمل ايه قدام الجمهور وقدام عندي ضيوف وحصل ظرف يعني، طب الاكل اللي كانوا هياكلوه خلاص ادانا في الارض يعني. فبكل لطف وكل سماحه قال لها لم الطعام من الارض وقال لها اعملي اكل جديد وقدميه، وخدوا انت يا عائشه انت وحفصه كلوا من الطعام دوت وهاتوا لنا اكل جديد. طعام كل لطافه يعني. يعني شوف حسن التصرف في الموقف، الله. حسن المعامله في الموقف. ما قال غارت امك. عايزين رساله من حضرتك. طبعا الحلقه احنا من اول ما اتكلمناش لا في اداب الشراب ولا في اداب لنا حلقات كتير ان شاء الله، وبس الوقت بيداهمنا، الوقت الجميل بيخلص بسرعه ان شاء الله. لنا اكثر من لقاء في موضوع في هذه المواضيع لان دي مواضيع مهمه. أضيف بس نقطة مهمة يا جماعة، المضيف اللي هو اللي راح عنده الضيف ما تنتظرش إن الضيف بتاعك يطلب منك، أنت تكون كريم لنفسك وأخبارنا بذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا تنتظر إنه يقول لك بقى شوية ملح، ولا تنتظر يقول لك هات مية، ولا تنتظر حط قدام منه اللحم مثلا إذا كان دجاج أو لحم، ما تنتظرش إن هو يقول لك، أنت تبقى لماح عندك
وكمان مش عايزين نحمل المسؤولية لصاحب الزيارة، لصاحب البيت لوحده، برضو الضيف يكون عنده برضو نظرة ان عندهم الحاجة ديت بسيطة او حالتهم المادية فيها كذا، فانا اكون لمح للنقطة دي برضو. اكيد اكيد. نفس انا كان بيبقى ضيف عند احد كان بيترك بعض من الطعام، لعل ان ده الطعام الموجود ممكن يكون طعام اولاد او طعام مثلا، فاهل البيت وضعوا له هذا الطعام، فلازم يبقى فيه في حسبانك كده حاجه. لازم ابقى عندي رؤيه وعندي نباهه لماح، واخد بالك؟ لكن احنا بنتكلم ان اي واحد مضيف بيضيف اي شيء، انت اللي في امكانك تعمله. شوف بقى رسالتي عشان بقدر نختم بيها، ابن مسعود رضي الله عنه. شوف بقى ديننا وجمال ديننا، عشان بس تعرف وكل المشاهدين يعرفوا ان يعني ايه كرام ضيف. ابن مسعود يقول، او بيقولوا لابن مسعود: ما ارق شيء على قلبك؟ قال: الضيف. ده افضل حاجه بحب اعملها. ركز معايا، في بقى ممكن اقول لك انا بقيم الليل، اقول لك انا بصدق، بقول لهم انا احب شيء لقلبي في العبادات اكرام الضيف. ليه يا ابن مسعود؟ قال: لانه ياتي ورزقه على الله. الله، ده اول حاجه. ثاني شيء، ياتي لي بالحسنات. طول ما انت عمال بتضيف في كرم الضيف، حسنات شغاله. الله. لان مين اللي بيشكر لك هذا العمل؟ الله سبحانه هو الله تبارك وتعالى. عيد ده لان الضيف ده جاي لك هو ضيف جاي لك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. انت بتتاثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بتكرمه لله ثم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حسنات شغاله. ثم يقول: وحسنات، ده أرق شيء على قلبي، لأنه أولا بيجي ورزق على ربنا مش على حد، ثم بيأتي لي بالخير والحسنات، ثم إذا مضى وذهب تتساقط الذنوب عن أهل البيت. الله، بإكرامك للضيف. معلش ممكن أعيد تاني؟ لأن يا سيدنا دلوقتي في ناس ما بتستضيفش أصحابها أو الضيوف في بيوتها، ده بيقول له قابلني في القهوة كذا، قابلني في مكان كذا، ما يدخلش حد في بيته. والله دي حسب ظروف كل إنسان. ممكن واحد بيته ضيق او غير عنده امكانيه ان هو يستقبل واحد، بيقابله في مكان عام، في نادي. ما هو ده بقى، احنا لسه الموضوع زي الموضوع واسع ومحتاج مننا حلقات عشان نعرف اداب الزيارات واداب التعاملات. احنا عايزين نقول يا جماعه، كل حركه في حياتنا من ديننا. ليه دايما بيقول لك استعد للموت؟ وانت استعد للموت هي هتبقى بتصلي وانت ماشي في الشارع؟ تخيلك انت ماشي في الشارع مثلا، يعني الاخلاق والمعامله. هو انت لو انت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقك، ماشي بابتسامه للناس، ماشي عمال تذكر ربنا في الطريق، ماشي عملت قلت ذكر الخروج من البيت او ذكر دخول البيت، في اي وقت يجي لك الموت يبقى انت مت على ايه؟ الله، مت على السنة. انا عايز من حضرتك في دقيقه ونص نتكلم عن علاقه الاتيكيت بعنوان البرنامج. اصلا البرنامج اسمه ازمه اخلاق. ايه علاقه الاتيكيت بالازمه الاخلاق؟ هنرجع تاني لمعنى الاتيكيت او معنى الاداب. احنا كنا بنتكلم ان هو معناه ايه؟ اخلاق، حسن تعامل، حسن تصرف، شياكه وفن وذوق، والاداب دي كلها لو مش موجوده هو ايه اللي بيحصل؟ مش دين المعامله؟ يعني ايه دين المعامله؟ انا في موقف، في مناسبة بيني وبين أي حد، المناسبة ديت بتعكس أخلاقي. فدي أنا لو ما أحسنتش التصرف، ولو ما تعاملتش صح، ولو ما تعاملتش بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي أزمة أخلاق. شكرا جزيلا، خلصت حلقتنا سريعا جدا. إن شاء الله انتظرونا في اللقاء القادم يوم السبت القادم بإذن الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم.